في أسر عايشين هناك فقارة، اللي يعيش في الجليب يعني غني؟ هذا مو حسابه دينار، هذا حسابه بومية فلسه تحت. اللي في الجليب اللي أول يوم ياخذ الراتب ثاني يوم حسابه أمية فلسه تحت، ويعيش بالأقساط حق راعي البقالة اللي هناك المو مرخصة، وراضي ياكل حاجة المو يترس البطن. المجاري تطفح، في أسر هناك صابها المرض وعيالهم صابهم المرض، عيزوا يتصلون بالوزارة الأشغال، لكن وزارة الأشغال يقول شو نسوي ما بيدنا الحين. فليت الإخوان في وزارة الأشغال في بناء على هالتقرير تشوفونهم صرفة في طفح المجار اللي هناك، تكفون صدق إنهم ناس فقارة بس نستاهل نهتم فيهم. أعطوني التقرير. عموما نروح على تقريرنا.